مساء الخير مشاهدي قناة نايل لايف وحلقة جديدة وصفحة جديدة. يا رب كل مشاهدي نايل لايف وبرنامج صفحة جديدة على شاشة نايل لايف تكونوا بألف خير وبألف صحة داخل جمهورية مصر العربية في 27 محافظة في جميع محافظات مصر وأيضا خارج جمهورية مصر العربية. يا رب تكونوا بألف خير وبألف صحة ويا رب تكونوا بتقضوا صيف جميل. كل حتة في الكرة الأرضية أول ما الصيف يجي شهر 7 وشهر 8 وشهر 6 و9 وشوية من 9 كده كل شعوب العالم طبعا إيه بتحاول قد ما تقدر بيبقى فيه أجازات طبعا فكله بقى بيحاول طول الوقت إن هو إيه يسافر خارج المدينة اللي هو فيها فيروح مدن أخرى يتفسح يعني أو يسافر خارج البلاد بلده خارج بلده يعني دائما الاتجاه ل المدن الساحلية في الصيف في كل حتة في العالم ويا جمال كتير من شواطئ العالم وأجملهم شواطئ جمهورية مصر العربية والمدن الكثيرة جدا في جمهورية مصر العربية اللي بتطل على البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط 1000 كيلو كده يمين و1000 كده في الشمال في الشرق وفي الشمال 1000 كيلو هنا تقريبا و1000 كيلو هنا كثير من المدن الساحلية اللي المصريين والأجانب أيضا السياح بيجوا عشان يستمتعوا بالشواطئ المصرية في كل المحافظات الخاصة بالسواحل الشاطئية وغير الشاطئية برضو. بسم الله ما شاء الله الله أكبر كمية بشر موجودين على الكورنيش والشواطئ في اسكندرية ما شاء الله غير طبيعية عدد كبير جدا وأيضا عدد كبير جدا في عدد كبير من المحافظات والمدن الشاطئية في جمهورية مصر العربية عندك طبعا في سيناء بقى شرم الشيخ ودهب ونوبع وطبا والسويس والإسماعيلية وبورسعيد وعندك كمان حضرتك الغردقة مرسى مطروح اسكندرية عدد ما شاء الله عدد كبير جدا ودايما إيه كله بيطلع في الصيف في شهر 7 و8 وخاصة شهر 8 كمان إنك أنت تبقى متواجد على البحر وغالبا في معظم الاحيان المدن الساحليه بتلاقي يعني الاجواء يعني الطقس بيبقى اقل شويه يعني اقل يعني اسكندريه مثلا اقل كذا درجه عن القاهره طبعا بس رطوبه رهيبه. ده غير طبعا سينا بقى بتبقى يمكن درجه الحراره ازيد شويه. لكن في الاول وفي الاخر في الصيف كله بيهج كله بيسافر وخصوصا انك انت يبقى ايه عندك اجازه مدارس وعندك اجازه جامعات وعندك اجازه بشكل عام انا اعرف دول يعني اتاحت لي الفرصه ان انا اروح ايطاليا في الصيف يعني بدون مبالغه كل المدن والعاصمه في ايطاليا هتلاقي تقريبا مفيش طليان شهر 8 بالذات يعني الشركات كلها تقريبا محلات طبعا موجوده عشان السياحه انما تلاقي الشركات اجازه كل الشركات اجازه كله رايح بقى ايه على السواحل وفي نفس الوقت برضو في القاهرة فيا رب تكونوا مقضيين وقت جميل يا رب تكونوا بتستمتعوا بوقتكم كل شعوب العالم بتحاول في الصيف ان هي تروح تخرج على البحر وتدخل تنزل بقى البحر وتستمتع بالشمس وفي نفس الوقت ايضا حمامات السباحة و حاول كده انك انت بتفك شوية عن الضغوط النفسية والضغوط السياسية والضغوط الاقتصادية والضغوط بكل الضغوط اللي في العالم ها في كل الكرة الأرضية حاول يعني المواطن في كل الدول في الكرة الأرضية ان هو يحاول يستجم شوية يخرج شوية مع أهله بقى ويقعد مع أهله شوية ويستمتع بالبحر و فدي موجودة في كل حتة في العالم بس المشكلة بقى اللي بقالها كام سنة انك انت حضرتك بسبب التغير المناخ تلاقي درجات الحرارة في اوروبا مثلا الاتحاد الاوروبي ال 27 ولا 26 دوله بيقولوا ان هم بقى لهم سنين مئات السنين ما جالهمش هذه درجه الحراره الرهيبه. احنا هنا في مصر برضو درجه الحراره والمنطقه العربيه برضو درجات الحراره زياده جدا. لكن بشكل او باخر اللي هي القبه اللي بيسموها القبه الحراريه اللي هي بقى لها يومين كده في المنطقه وهتستمر غالبا يمكن لغايه يمكن اسبوع كمان. متعودين الى حد ما اي نعم زادت عده درجات لكن بشكل عام متعودين في هذه الفتره بتبقى درجه الحراره بتزيد شويه انما في اوروبا
درجات الحرارة الناس في وفيات كتير، في ناس حضرتك بتبلبط في النوافير في المواديق في الميادين، عندهم هم مش متعودين على درجة الحرارة الغريبة دي، انك انت توصل ل 45 وتوصل لبعض الاحيان فوق ال 45، دول اللي هم مش متعودين عليه، لان هم مش متعودين دايما يعني في حياتهم على التكييف وعلى المراوح يعني مش متعودين، يعني البنية التحتية عندهم مش متعودين على الحاجات دي قوي بشكل قوي يعني عندهم، لكن في معظم المدن يعني بيبقى ساقعة. فالتغير المناخ الغريب ده تلاقي مثلا في دولة من الدول حضرتك يعني يومين حر 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 حر، وفجأة تلاقي حبات البرد اللي هي التلج الصغننة دي اللي بتبقى قد كرة التنس. الله، التقلبات دي هي اللي بيسموها التغير المناخ، من الماكسيمم يمين للماكسيمم شمال، ده غير الفيضانات، ده غير التصحر، والناس كلها في كل حته في العالم مش قادره ان هي يعني بيبقى في مشاكل في عمليه الزراعه والغذاء لشعوب الارض اللي هم 8 مليار مواطن على الكره الارضيه. فزياده ثاني اكسيد الكربون في الكره الارضيه اللي بيعمل حاجه اسمها الاحتباس الحراري اللي بيخلي درجه الحراره بتزيد بيؤدي الى كوارث طبيعيه كبيره جدا في كل دول العالم، واحنا عمالين نشوف طبعا، واحنا عمالين نشوف في كل دول العالم، كندا، امريكا، الصين، تركيا، حضرتك فرنسا، حرائق غابات كتيره جدا في كل طول السنه في كل حته في العالم. الغابات دي حضرتك الشجر اللي فيها غابات دي تعتبر الرئه بتاعه البشريه على الكره الارضيه، الرئه اللي هي حضرتك بتخرج لنا الاكسجين عشان الكره الارضيه يبقى فيها اكسجين. فتخيل بقى كميه الحرائق الغير طبيعيه اللي بتقعد مثلا بالاسبوعين والثلاثه غابات عماله تحترق تحترق تحترق، فبتطلع ثاني اكسيد الكربون، يعني مشاكل زياده للمناخ، وبالتالي قله الاكسجين في الكره الارضيه. ده انا بقول لك بند من البنود الكوارث والفيضانات، وواحد من بنود مشاكل التغير المناخ في الكره الارضيه اللي ممكن يهدد البشريه. كوب 27 اللي كان في شرم الشيخ حضرتك في نوفمبر الماضي السنه اللي فاتت، والدوله المصريه دعت كل شعوب العالم وكل الحكومات العالم ان هم بقى يبتدوا ياخدوا بالهم من هذا الموضوع. اكبر دول في العالم عندها صناعة وبتسبب التلوث وزيادة ثاني أكسيد الكربون بسبب الوقود الأحفوري. الوقود الأحفوري حضرتك اللي هو الغاز والفحم والنفط، بسبب استخدامهم في الصناعة في هذه الحاجات ابتدوا يشوفوا بجد على أرض الواقع ناس بتموت ومدن بتنهار وخسائر بمليارات المليارات الدولارات في طول السنة. فكانت رسالة مهمة جدا من جمهورية مصر العربية 2022 نوفمبر كوب 27 لكل جميع العالم ان هم يعني خلي بالهم، يعني احنا لازم نراعي بقى الاجيال اللي جاية هتعمل ايه. الاجيال اذا كنا دلوقتي كل الكوارث الطبيعية دي اللي احنا عمالين نشوفها في طول السنة، امال الاجيال الجاية هتعمل ايه؟ احفادك هيعملوا ايه؟ فمن ضمن المشاكل الخاصة بالحرائق اللي حصلت حضراتكم، بقالنا اسبوع تقريبا في اليونان حرائق غابات في جزيره رودس في اليونان. عدد كبير من السكان والسياح، تعرف اليونان دي عندها بسم الله ما شاء الله كل سنه عدد من السياح رهيب، يعني كبير عدد ما شاء الله كبير جدا بيجي لها من جميع انحاء العالم. فحضرتك بسبب الحرائق الغابات كم كبير جدا من السكان نفسهم خرجوا من منازلهم ومن المدن بتاعتهم وماشيين في الشوارع هم والسياح اللي موجودين عندهم. فرار عدد كبير من السكان السياح في اليونان أثر حرائق غابات جزيرة روزس المشتعلة منذ أسبوع، حوالي أكثر من 30,000 وأكثر خرجوا من المنازل والفنادق وتكدسوا داخل مدارس وملاجئ، داخل مدارس وملاجئ في أكبر عملية إجلاء تشهدها اليونان
حضرتك المطار عندهم بالمئات بالآلاف من السياح اللي قاعدين وبيناموا ويصحوا وياكلوا ويشربوا جوه المطار، بيحاولوا يلاقوا طيارات عشان يرجعوا. كارثة كارثة. وعلى فكرة اللي أنا بحكيه ده موجود في عدد كبير جدا من دول العالم، بيحصل بسبب حرائق، بسبب فيضانات، بسبب تصحر، بسبب كل حاجة، بخاص بتغير مناخ. عندك يواصل أكثر من 250 رجل إطفاء مكافحة الحرائق، هناك زيادة بسبب التغير المناخي في الحرائق في العالم كله. حضرتك زي ما أنا شرحت كمان إنه كل الحرائق دي بتبقى عبارة عن أنت بتموت الرئة اللي بتنتج الأكسجين للبشرية في الكرة الأرضية، وكل شوية كل شوية نلاقي بلد عندها غابات عمالة تتحرق عمالة تتحرق. فطبعا حضراتكم عارفين كويس قوي ان العلاقات المصرية اليونانية والقبرصية علاقات تاريخية وعلاقات جيدة جدا ما بين الدولتين، وجمهورية مصر العربية وفخامة السيد رئيس فتاح السيسي ايا كانت المشكلة للاصدقاء او حتى غير الاصدقاء، دائما مصر تقف بجانب اشقائها او بجانب الاصدقاء في الكثير والكثير من الكوارث والكثير. عندنا السودان من كام يوم طول الوقت عندنا مساعدات خاصة بأهالينا في السودان. المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة المصرية بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القوات المسلحة تشارك السلطات اليونانية في إخماد الحرائق التي اندلعت في عدد من الغابات بدولة اليونان. أنا اسمحوا لي بس إيه، عشان أنا عملت سكرين شوت لهذا البيان، خليني أقرأه يعني بالصيغة اللي جت بالظبط من العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة المصرية. بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القوات المسلحة تشارك السلطات اليونانية في إخماد الحرائق التي اندلعت في عدد من الغابات بدولة اليونان. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واستمرارا للدعم المصري المقدم للدول الصديقة والشقيقة لمواجهة كافة الأزمات والمحن التي تتعرض لها، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتجهيز 3 طائرات هليكوبتر من طراز شينوك مزودة بكافة المعدات والوسائل المتطورة لمشاركة السلطات اليونانية في إخماد الحرائق المندلعة في عدد من الغابات بدولة اليونان. يأتي ذلك تأكيدا على عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر واليونان. فزي ما أنا قلت من شوية، اليونان خصوصا اليونان وقبرص وجمهورية مصر العربية علاقات تاريخية، يعني ياما عدد كبير من اليونانيين كانوا موجودين في جمهورية مصر العربية وكانوا عايشين وبيشتغلوا في التاريخ كله، يعني تاريخ مصر. والجار اليوناني والجار القبرصي بحضرتك موجود عندنا في العمارة، ونتبادل الهدايا ونتبادل الزيارات، يعني ده تاريخ. وخاصة بقى بعد كمان ترسيم الحدود في البحر المتوسط وظهور بفضل الله حقل غاز ظهر اللي أنقذ مصر حاليا في إنك أنت تقدر تولد الكهرباء أكتر وأكتر، ولكن في بعض التعديلات على أساس إن إحنا نقدر نتعدى مشكلة انقطاع الكهرباء اللي حصل في اليومين اللي فاتوا دول إن شاء الله. فالعلاقات المصرية القبرصية اليونانية، وخصوصا كمان حضراتكم يعني في ربط في اتفاقيات ربط كهرباء ما بين مصر واليونان وقبرص لربطها بدول أوروبا للطاقة الكهربائية. فتغير المناخ ده مشكلة عويصة، تغير المناخ ده اللي بيهدد الكرة الأرضية وبيهدد كل شعوب العالم. ربنا يستر على كل شعوب العالم من هذه المشكلة، وربنا يهدي الدول العظمى اللي بتعمل صناعة صناعات كبيرة يعني بتؤدي في الآخر للتلوث البيئة أكتر وزيادة ثاني أكسيد الكربون أكتر واستخدام الوقود الأحفوري زي ما أنا قلت أكتر وأكتر. فأتمنى إن شاء الله يعني العقلاء في العالم كله يستمع إلى صوت مصر في إن هي مركزة بشكل قوي على الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة، ويزداد أكثر وأكثر المشاريع الاستثمارية والقطاع الخاص في الاستثمار في جمهورية مصر العربية في الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمس
الشمسية والطاقة المولدة من الرياح، وهذا الاتجاه المهم جدا للدولة المصرية حاليا ومستقبلا في توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة. واحدة مصر من واحد من أهم 10 دول في العالم في إن هي متجهة للهيدروجين الأخضر. فتمنى الزيادة في هذا المجال. أرجع تاني للصيف، والحر والشمس والبحر والحاجات الحلوة دي. حضراتكم عارفين طبعا ان في مهرجان العالمين الجديد بدورته الاولى بالعالمين الجديده في الساحل الشمالي، العالم عالمين، والذي بدا منذ اسبوع تقريبا. هناك عده نشاطات طبعا حضراتكم متابعين، نشاط رياضي ونشاط ثقافي ونشاط فني وحفلات فنيه وكثير من الالعاب الرياضيه، نشاط عظيم ومهرجان جميل. من ضمن الحاجات اللي حصلت يعني يوم الجمعة اللي فاتت، كان الفنان تامر حسني كان موجود وبيعمل احتفالية جميلة جدا وحفلة غنائية. انتوا عارفين طبعا الصيف جماله بقى في انك انت تلاقي حفلات هنا وحفلات هنا من الفنانين المصريين وكمان فنانين العرب في كل انحاء الجمهورية. الصيف دايما كده يعني فرحة ومحاولات للخروج يعني. فمهرجان العالمين الجديد النهاردة حدث مهم جدا. خلوني أتكلم عن هذا الحدث الجميل جدا، وده يعني متهيالي أول مرة يحصل إنك أنت يبقى عندك حضرتك بمشاركة القوات البحرية وقوات المظلات مع فريق الفرسان الإماراتي، الفريق الخاص بالألعاب الجوية، مع فريق نجوب الفضية المصرية، النجوب الفضية للألعاب الجوية. كتير من المهرجانات اللي كنا بنشوفها في العالم كله دايما يعملوا استعراضات خاصة بالطيران واستعراضات بالطيارات، والحركات دي حضراتكم عارفينها طبعا. فالنهاردة كان في حدث مهم جدا في هذه الفرق الخاصة بالألعاب الجوية. عدد كبير جدا من اللي متواجدين في العالمين الجديدة، وعدد كبير جدا حضراتكم من الضيوف اللي موجودين، وعدد كبير جدا من المسؤولين كمان كانوا موجودين في هذه الاحتفالية. مشاركة القوات البحرية وقوات المظلات، وطبعا زي ما انا قلت فريق نجوم الفضية المصرية وفريق الفرسان الإماراتي. العرض الجوي عالمين اير شو 2023. العرض الجوي المصري الإماراتي بحضور وزراء الطيران المدني والتضامن الاجتماعي والسياحة والآثار والشباب والرياضة، والفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية حضراتكم، والفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية، وعدد من القادة القوات المسلحة المصرية كانوا متواجدين حضراتكم، وعدد من الضيوف تمام. وجمال يا جمال بقى الاستعراضات الجميلة اللي هي الطيارات تقدر مطلعة ألوان، حاجة شيك قوي يعني، حاجة شيك قوي. تم استخدام طائرات جازيل وفريق الدلتا في من قوات المظلات المصرية، وفريق الفرسان الألعاب الجوية، وطائرة الاير ماكي. حقيقي اللي بص على هذه الاحتفالية واللي ذكرها الحقيقة متحدث رسمي للقوات المسلحة المصرية، أيضا نزلت على الصفحة الخاصة ب المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة المصرية في فيديو جميل جدا. أدعوك أن حضراتكم تتفرجوا على الإمكانيات الضخمة للفرق المصرية في هذا المجال، وطبعا المظلات استعراضات جميلة جدا وحاجة تفخر بيها حقيقة. مدى الاحترافية والإتقان من الفريقين المصري والإماراتي، كان في عرض فنية للفرق والموسيقات العسكرية، وتم استخدام عرض من طائرات الهليكوبتر أوجستا ومع عدد من اللانشات البحرية والقوارب القوات البحرية التي تعكس مهارة وقوة القوات البحرية، تنفيذ عروض الملاحة الجوية وتشكيل مجموعة من الأعلام باستخدام فريق القفز الحر من قوات المظلات المصرية وتشابك المظلات. تفرج بقى على المظلات كده براشوت كده وهو نازل وعاملين عمليه حاجة. أنا نفسي أجرب الموضوع ده، مش عارف، في كتير من الناس جربت التجربة دي إنك أنت تطلع بالطيارة وتنزل مع حد مش لوحدي يعني انك انت تنزل وتبقى نازل بالباراشوت معايا كده. نفسي والله اجرب الموضوع ده.
مع عدد من النشاطات البحرية والقوارب القوات البحرية التي تعكس مهارات وقوة القوات البحرية وتنفيذ عروض للملاحة الجوية وتشكيلات مجموعة الأعلام باستخدام فريق القفز الحر من قوات المظلات المصرية وتشابك المظلات وإسقاط الإعلام الأعلام الدولتين، يعني الباراشوت يكون نازل في يعني القفز يعني ويبقى فيه العلم بتاع الإمارات وجمهورية مصر العربية وحضرتك الشعار الخاص بهذه اللعبة يعني اللي بتسمى حضرتك عالمين اير شو. فريق الألعاب الجوي المصري نجوم الفضية باستخدام طائرات الكي 8 اي كفاءة منقطعة النظير وعروض على مستوى عالمي. حضر الاحتفال سفيرة الإمارات العربية المتحدة في مصر وعدد من الملحقين العسكريين المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية وعدد من أعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة والإعلاميين. فاحتفالية جميلة، مهرجان ندعو جميع اللي هو بالنجاح، وإن هو في عدد كبير من الفعاليات اللي ممكن كلنا نبقى مبسوطين إن احنا بنشوفها. فحاجة مشرفة جدا وحاجة جميلة جدا بصراحة. يعني أنا تمام حضراتكم، أرجع تاني للصيف أرجع تاني للصيف، ودايما الصيف زي ما أنا قلت بتروح تبقى معرض للكثير والكثير من أشعة الشمس. مش بالصيف بس، ده ما هو حضرتك الناس يعني أخواتنا وأبهاتنا وأجدادنا اللي بيشتغلوا في الكثير من المشاريع القومية اللي موجودة في جمهورية مصر العربية حضرتك طول السنة، اللي بيتعرضوا للشمس طول السنة على فكرة. يعني يمكن الشعوب بغض النظر يعني مش في مصر بس، في العالم كله الشعوب بتنزل تصيف وتروح في الشهرين ثلاثة اللي بتوع الصيف عشان يروحوا على البحر ويغيروا جو وينزلوا البحر وينزلوا حمام السباحة فيتعرضوا للشمس. لكن في فئات أخرى في كل دول العالم وخاصة في جمهورية مصر العربية عدد كبير جدا من العاملين والمهندسين اللي موجودين طول السنة بيعملوا المشاريع القومية الكتيرة اللي في خلال التسع سنوات دول بيتعرضوا طبعا للشمس ودرجة حرارة عالية وخاصة في الصيف. ومش هنسى طبعا القوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية اللي طول الوقت برضو بيتعرضوا للشمس. يعني ففي عدد حضراتكم من الأمراض، بعض من الأمراض دايما بتبقى معروفة لدى شعوب العالم وجمهورية مصر العربية، والدكاترة وخصوصا دكاترة البطن دايما عارفين عدد كبير من الأمراض الخاصة بالصيف. في حاجات خاصة بدرجة الحرارة الشمس ومشاكل اللي ممكن يصاب بها الإنسان من درجة حرارة الشمس العالية وإن هو يتعرض للشمس بعدد من الساعات طويلة. وفي أمراض أخرى خاصة بفساد الأطعمة في الصيف، زي ما أنتم عارفين في الصيف طبعا في يعني الأكل لو ما اتحطش في التلاجة يبقى بسرعة حصل فساد، يعني حصل مشكلة في الأكل. ففي عدد من الأمراض المختلفة حضراتكم في الصيف متنوعة، ودي على فكرة موضوع حلقتي النهاردة. لكن قبل ما اطلع فاصل هستأذن حضراتكم، بس قبل ما اطلع فاصل سريع عشان بعد كده اتناول بعض من الامراض الصيف دي واقرأ لحضراتكم بعض من الاخبار. في عندي اجراءات ضرورية للوقاية من امراض الصيف، لستة كده صغيرة، لستة صغيرة جدا. الابتعاد عن الخروج في الساعات النهار والساعات التي تكون شديدة الحرارة، اللي هو دايما الأطباء بيقولوا يعني تقريبا من الساعة 12 للساعة 4 5 كده، يعني تحاول قد ما تقدر ما تتعرضش للشمس كتير. استخدام كريم واقي من الشمس يوميا، تناول كمية كبيرة من الماء للوقاية من التعرض للجفاف. طبعا عمال تعرق طول الصيف طول اليوم في الحر والرطوبة اللي احنا فيها دي، طبعا لازم يعني تشرب ميه كتير. ابتعاد عن تناول الأطعمة المكشوفة والملوثة، تناول الفواكه والخضروات بكمية كبيرة ولكن بعد غسلها جيدا. كتير من أولياء الأمور طبعا وست البيت
الام دايما تجيب الخضار والفاكهه وتحط عليه شويه ميه وتحط عليه شويه خل، دايما المواصفات دي دايما بشوفها يعني، كلنا اكيد بنشوفها في بيوتنا عشان تنظف بس ايه الخضروات. دايما الميكروبات والفيروسات بتنشط في الصيف اكتر من الشتاء، درجه الحراره المرتفعه دي بتخلي الفيروسات تنشط اكتر والتلوث يبقى اكتر. ارتداء الملابس القطنيه طبعا، تجنب مخالطة المصابين بالأمراض المعدية، الحرص على النظافة الشخصية وغسل اليدين بالماء والصابون. دايما طول الوقت احنا اتعلمنا أيام وباء فيروس كورونا والمفروض نستمر بقى في الحكاية دي، انك انت دايما تغسل ايديك، دايما تغسل ايديك بالصابون دايما عشان تبقى يعني في حالة اي فيروس اي مشاكل خاصة بالفيروسات والبكتيريا خلاص تموتها على طول. فوباء كورونا مش وباء كورونا، المفروض نستمر في ان احنا لازم نغسل ايدينا، وخصوصا الاطفال اللي بيحطوا ايديهم في عينيهم وبيحطوا ايديهم في وشهم ويهرشوا بشكل او باخر عشان بعض الامراض الجلديه اللي احنا ممكن نتناولها النهارده. فدايما لازم الايدين دايما تكون ايه نظيفه قد ما نقدر. فخلونا نروح لفاصل سريع بعد اذن حضراتكم، نرجع هتناول يعني هقول لكم بعض الامراض كده طبعا، لان الدكتور اللي هيكون مشرفنا النهارده هيتكلم اكتر واكتر بقى بالتفصيل عن هذه الامراض وازاي نتجنبها وازاي نعالجها فهروح لفاصل سريع ونرجع تاني اقول شويه امراض وبعد كده نقرا شويه اخبار وبعدين نستضيف ضيفي. فاصل وراجعين حالا.